هاي، مرحبا، معكم دكتور راجا ميشيل from Shift to Shine. أنا اليوم بدي أحكي كمان على موضوع الهجرة في سلسلة من الفيديوهات اللي عم بعملها باللغة العربية لإخواننا وأبنائنا المهاجرين في كندا أو في أي بلد تاني في المهجر. أنا عملت فيديو ححطه تحت باللينك أو فوق. الفيديو هذا كان بخصوص الضغوطات النفسية على المرأة في المهجر، والفيديو هيدا أنا بدي أحكي فيه على موضوع العمل والشغل في بلاد المهجر. يمكن الفيديو هيدا يكون مخصوص أكثر للرجال أكثر من الستات، بس اثنيناتهم الرجال والستات بموضوع العمل بتغلبوا كتير فيه لما يهاجروا من بلادهم على أوروبا أو أمريكا. هلأ الموضوع اللي بدي أحكي فيه أنا، لأنه اللي خلاني أحكي بهيدا الموضوع، إنه أنا بعمل إيفنتس بالكوميونيتي للعائلات، ومعظم العائلات اللي بتجيني عائلات المهاجرة الجديدة على كندا أو اللاجئين. فأنا بحاول من خلال مؤسستي الاجتماعية الغير ربحية إنه أساعد الأهالي المهاجرة بأي طريقة كانت. فواحد من المواضيع اللي أنا عم بشتغل عليها اللي هي مساعدة الأباء أو الأمهات أو المهاجرين الجدد بأنه يلاقوا شغل. والطريقة اللي حابة أنا أشتغل فيها طريقة غير عن باقي الموجود المؤسسات اللي بتشتغل فيها، لأنه أنا بآمن أنه أحسن طريقة أنه أنا إذا عندي employer أو مش عارفة شو employer بالعربي، بس employer، وعندي المهاجر اللي عنده كفاءات واللي عم بدور على شغل، أحسن طريقة وأسرع طريقة إني أحط الاثنين مع بعض، أبعت الأب أو الأم هيدي للإمبلوير هيدا علشان يلاقي له رب العمل، تذكرتها، عشان يلاقي له شغل. هلأ خلينا نحكي شوية بواقعية. أول إشي أنا حأوجه الحكي وأقول للرجال إنه فرصة وجود العمل صعبة كتير أو كمهاجر، خاصة بالبداية إذا ما إجا الواحد وهو عنده مثلاً بيشتغل مع شركة أو عقد من برا، الأمور ما حتبقى سهلة من البداية وحتاخد وقت كتير قبل ما تلاقي شغل. هلأ ليش أنا بوجه الحكي للرجال أولاً؟ لأنه الضغط النفسي اللي على المرأة غير الضغط النفسي على الرجل، والرجل بطبيعته هو رب الأسرة، هو بمجتمعنا العربي ومفهوم التقليدي للأسرة هو اللي بصرف على الأسرة، هو اللي بيعيل، هو اللي بيجيب الدخل للأسرة، والمرأة مش مطلوب منها إنها هي تشتغل وتجيب مصاري. بس إذا هي بتشتغل that's great كمان. هلأ أنا حركز على موضوع العمل للرجال، لأنه أنا إجتني مكالمة من واحد من الأهالي اللي أنا كمان بتعامل معهم، والأب هيدا له سنة ونص بكندا، بيحاول يشتغل ما لقى شغل، عنده خبرة رهيبة وعريقة ببرا كندا، وحتى الخبرة تاعته it's international، so الشركات اللي كان بيشتغل معها international، مش عم نحكي على شركة local بمثلا سوريا لبنان الأردن أو الخليج. ورغم هيدا ما قدر يلاقي شغل، فاللي عمله رجع على المدرسة ودرس وخلص شهادة وبرده قدم على شغل وما قادر. فهو لما حكى معي أنا I could feel إنه هو كتير متضايق وكتير متحسس وكتير ما عارف شو يعمل، لأنه عمل كل شيء. هلأ أول إشي بدنا نحكي فيه إنه نتقبل الوضع الحالي، إحنا إجينا هون هذا أمر واقع ولازم نحاول نتقبله. الأول إشي اللي ممكن إحنا نفكر فيه إنه شوية نطول بالنا،
patience patience patience، قد ما بقلكن يعني بدها صبر بلا حدود هالبلد ولا أي بلد مهاجرة، على أساس إنه بتاخد وقت قبل ما الواحد يعادل الكفاءات والشهادات تاعته ويلاقي شغل فيها. سو هاي أول شغلة. تاني شغلة، إذا بتقدر تدرس لتعادل الشهادة أو تروح على عنا بكندا في مؤسسات بيقدموا برنامج اسمه Bridging Programs، سو بيساعدوا اللي عنده خبرة إنه يدرس لفترة قصيرة وبحطوه بمكان عمل علشان ياخد خبرة معهم، وعادة بيتعين هناك إذا عجبهم شغله. سو هاي الشغلة الثانية. الشغلة الثالثة، في شوية بدنا نغير بالطريقة اللي إحنا بنفكر فيها، لأنه إحنا متعودين ببلادنا على معاشات معينة، على طريقة عيشة معينة، على رواتب، مش رواتب، على مراتب معينة وشغل معين. وإنه إذا إحنا حطينا ببالنا أنا كنت لا مدير هناك وما حأرضى أشتغل هون إلا إذا كنت مدير، هاي حتتغلب كتير فيها، لأنه في كتير وظائف المسمى الوظيفي غير، طبيعة الوظيفة غير، المعاشات هون بكندا ما لا تقارن بأي وجه من الأوجه مع المعاشات بالدول العربية خاصة بالخليج. أنا ما عم بحكي على الأردن ولا لبنان ولا سوريا، بس بالخليج، خاصة للي جايين من الخليج. فهاي الشغلة بدها الواحد شوية يغير من الطريقة اللي بتطلع فيها. يمكن بالأول بده يعمل عمل تطوعي، بده يشتغل كتير بالمجتمع أو مع شركات على بان ما يكون في شغل، ممكن يضطر يشتغل كاجوال يعني لما بدهم بينادوه، ممكن يضطر يشتغل بارت تايم، ما في بارت تايم ممكن يشتغل بأي شغلانة. الشغل مش عيب عنا بكندا، طبيعة هون مطلع الأمور غير فيها بالمرة عن طبيعة بلادنا. سو في كتير من المهاجرين بضطروا يشتغلوا بوظائف مش بمجالهم بالمرة، يعني حتى لو بيشتغل بتيم هورتن ولا بيشتغلوا بجروسري ستور ولا بأي شيء من هاي المحلات، بس ليجيب دخل ليعيش عيلته. وأنا برأيي إنه هاي الشغلة صحية كتير عبان ما يقدر يلاقي اللي بده إياه، لأنه الرجال صعب كتير يقعد بالبيت، ولما يقعد بالبيت نفسيته بتتعب كتير، يعني صح الست نفسيتها بتتعب، بس هو لأنه طبيعته الرجل غير عن طبيعة المرأة، إنه هو بده يطلع، هو اللي بيشتغل، هو اللي بعيل الأسرة. فإذا ما قدر يقوم بالدور تبعه بحس كتير بتعب نفسي، وبعدين التعب هذا والضغط اللي عليه بصير بنعكس على الأسرة، على مرته، على أولاده، على طريقة التعامل معهم، وعلى طريقة الكوميونيكيشن والحكي. فعشان هيك كمان ما فيها شيء نروح نلاقي لنا شغل على بان ما ناخد اللي إحنا بدنا إياه. والشغلة هاي كمان مش بس إنها بتطلعك وبتجيب لك شوية دخل، نفسيتك بتتحسن، بتعطيك خبرة بالتعامل بالمجتمع الكندي، ذن بتصير تفكر كيف بتفهم عليهم، كيف عم بيفكروا، شو اللي عم بيحكوا فيه، ليش هم عملوا هيك، ليش هو قال هيك. فهذا الحكي حيساعدك كتير بالمستقبل إنك تنخرط أسرع بالمجتمع الكندي وبمجال العمل، لأنه الشغل بكندا وطبيعة الشغل والتعامل في الشغل غير بالمرة عن ببلادنا. خليني أشوف كمان شو ممكن نقلكم. فأنا إنه أنا عارفة إنه الشغلة مو سهلة كتير، بس شوي شوي الدنيا بتمشي وشوي شوي الأمور بتتحسن، ولما الواحد يكون هو بفكر بالأمور بإيجابية ذن هاي الطاقة اللي بجذبها لحياته ولعيلته، ولازم لازم بالآخر الأمور تصير إيجابية وتتحسن وتصير الحياة أسلس أسهل وأحلى، وتنبسط أكتر مع عيلتك. في كتير أنا كمان زي ما حكيت على الصعوبات للست عندك صعوبات الجو، عندك صعوبات التنقل، عندك صعوبات طبيعة الحياة غيرها عنا بالمرة. فهاي الأشياء كلياتها بتأثر وبتخلينا نحس إنه ما في أمل. هلأ في كتير رجال بتحاول وبعد وقت
خلص ما بتقدر، لا هي عم تقدر تلاقي شغل ولا قادرة إنه تعيش عيلتها، فبترجع على الخليج مثلا أو على الدول العربية. وهي كمان بتحط ضغط زيادة على المرأة إنها هي تدير بالها على الأولاد وتخلي الحياة تمشي وإنت برا. هلا هاي كمان نقطة لازم تتفهمها وتستوعبها أكثر، إنه أنت عم تعمل دورك وهي عم تعمل دورها هون كمان، بس الدور تبعها هون بصير أصعب بكتير لأنه ما في أب على رأس العيلة وما في أب يكون موجود لأولاده، خاصة في عمر معين وهو عمر المراهقة. أنا ما بقول إنه الولد بحتاج بيه أكتر أو البنت تحتاج بيه أكتر، اثنيناتهم محتاجين أب معهم، بيهم يكون جنبهم يراعيهم يحكي معهم يتعامل معهم يتواصل معهم. فالأم بتعطي إشي والأب بيعطي إشي تاني. فهي الشغلة بس حابة أقول لك إنه فكر فيها كمان قبل ما تقدم على هيك تجربة، لأنه مع الوقت على قولتنا إحنا بنحكي البعد جفا، مع الوقت يمكن تحس صار في تباعد بينك وبين الأسرة، بينك وبين الأولاد، بينك وبين مرتك. فقبل ما تاخد قرار زي هاد فكر بأبعاد كل إشي اللي عم بصير واللي موجود هلأ في حياتكم. طول بالك شوي، الأمور بدها طولة بال. إذا محتاجين كمان أي مساعدة روحوا على المؤسسات الاجتماعية. المؤسسات الاجتماعية عندنا بكندا بتقدم خدمة رهيبة وعظيمة ومشكورة عليه، والحكومة بتدفع فلوس كتيرة لتساعد المهاجرين بأول 5 سنين من حياتهم تتسهل عملية الاستقرار والانخراط بالمجتمع الكندي. إذا في أي إشي أنا ممكن أساعدكم فيه كمان أنا بالخدمة وأنا حاضرة. إذا بتحبوا أحكي بمواضيع تانية مهمة لإلكم كمان خبروني، فيكم تتواصلوا معي على السوشيال ميديا أو على عن طريق الويب سايت تبعي، وأنا ححط لكم اللينكس كلها تحت. وعشان نضلنا على اتصال دايما بليز سبسكرايب للشانل تاعتي، احكوا لأصحابكم عنا حتى للناس اللي برا علشان هم كمان يتوعوا ويصير عندهم فكرة عن اللي بصير عنا هون، ونقدر نساعدهم ينجحوا كمان علشان ما يجوا ينصدموا زي ما احنا لما اجينا وتعلمنا the hard way. فانا من هيك عامله هاي الشانل عشان انا اسهل حياتكم واخليها اقل ستريس وصعوبات عليكم. سو شكرا كثير again. اذا بتحتاجوا تواصلوا معي انا بالخدمه، ويعطيكم الف عافيه، وان شاء الله بتضلوا صحه وعافيه وإلكم لعائلاتكم. واي شيء بمجال الخدمه للعمل بالشغل او العمل التطوعي كمان احكوا معي وانا بالخدمه. يلا الله معكم، مع السلامه، وبشوفكم مره ثانيه بحلقه جديده من حلقات توكينج لايف، وبنحكي على الحياه بكل صعوباتها وكيف ممكن اسهلكم اياها. الله معكم، باي باي.